السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. أنا جايب لكم النهاردة كنز غالي الثمن وغالي القيمة، لكن فوائده لا تعد ولا تحصى، وهو العنبر. العنبر 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 هو شيء صلب يستخرج من معدة الحيتان، ومش أي حيتان، حيتان اسمها البايلانو بيترا ماسكولاس، حيتان ضخمة جدا، كبيرة الحجم وثقيلة الوزن، وتوجد في المحيطات الواسعة. العنبر ده بيبقى في أمعائها، بتخرجه وقت الاحتياج إليه لأنه له فوائد عديدة جدا بالنسبة ليها، والصيادين بيتاجروا فيه نظرا لغلو ثمنه. الجرام واحد ثمنه من 150 جنيه ل 250 جنيه على حسب العطار وعلى حسب جودة العنبر. له استخدامات عديدة، ممكن يتحط مع المشروبات الدافية 3 مرات يوميا، مع حلبة، مع ينسون، مع تيليو، حتة صغيرة كده 3 مرات يوميا، وممكن يدهن بعد خلطه بالعسل بيدهن، وممكن يتعمل بخور كاستنشاق انهاليشن. له فوائد جبارة، انا كاتب شوية حاجات بس، لكن انتوا لو دخلتوا هتلاقوا فوائده ما شاء الله. في مادة اسمها، المادة اللي هي مسؤولة عن العلاجات دي كلها، مادة اسمها امبرين اللي موجودة في العنبر. أول حاجة فاتح للشهية ومزيد للوزن، ما تدوبه 3 مرات في اليوم كده مع كوباية حلبة، كوباية ينسون، كوباية تيليو، فاتح للشهية هخليك تاكل كويس، هيزود وزن. رقم 2 يعالج التهاب المفاصل. رقم 3 مسهل وطارد للغازات ومبطن لجدار المعدة، فبيساهم في علاج قرحة المعدة. شفاء من السموم. رقم 5 مشاكل المعدة والأمعاء والكبد والمثانة بيعالجها. سرعة التنفس وسرعة ضربات القلب، بينظم النفس وبينظم ضربات القلب. علاج لمرض الكزاز. 8 بخار العنبر لعلاج البرد وتقوية جهاز المناعة. 9 يعالج العصب والخضر في العمود الفقري. في واحد كده تحس ان ظهره كده ايه، وجعه جدا، متألم، وفي حتة كأنها مش واصل لها احساس، بياخد العنبر ده يعمله مع العسل دهان ويدهن ظهره، بسم الله الشافي المعافي. رقم 10 علاج الشلل النصفي. رقم 11 علاج شلل الوجه والعصب السابع. رقم 12 علاج التيتانوس. رقم 13 علاج الصداع النصفي. رقم 14 آلام الصدر والربو والسعال. رقم 15 بيعالج البرود الجنسي، خلطة مع العسل ويتحط على معلقة عسل كده 3 مرات في اليوم لمدة شهر أو 2، بيعالج البرود الجنسي. 16 لدغات الحشرات ولدغات التعابين. رقم 17 علاج الشقيقة اللي هي نوع من أنواع الصداع النصفي المزمن المستمر. العنبر موجود لدى جميع العطارين، روح لعطار ثقة اشتري منه 2 جرام أو 3 جرام واستمر عليهم ما شاء الله، لمن يستطيع. وإن شاء الله الحلقات الجاية أعشاب أخرى رخيصة إن شاء الله لجميع أنواع الأمراض. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة على رسول الله. سلام عليكم.